شكرا لك زميلي احمد شوبير، حيث ان ما يدل على ان منتخبنا هو منتخب قوي ويمتلك العديد من النجوم الذين ينشطون هناك في اعلى الدوريات الاوروبيه واكبر الفرق الاوروبيه مثل نادي لايستر سيتي ونادي وست هام ونادي شايك الالماني وكثير من ذلك وليون الفرنسي ايضا سيدي، الى ان المنتخب الكاميروني لا يمتلك اي نجم يبرز على المستوى الاوروبي. شوف احنا نهار اللي كان لعبنا 2010 كان لعبنا ما كانش عندنا نجوم كبار، كانوا يلعبوا في انديه تما وما كانوش يلعبوا لي تيتي. انا اتحدث عن المحللين الذين يضخمون المنتخب الكاميروني سيدي. هذو المحللين كيسيبوك وصابوك وقالوا اودي اودي نود ان نبرهي ونرد. هذو المحللين تاوعنا والصحافه كيسابوك وقالوا اودي اعطوهم 3 فوا اعطوهم ذاك العام الديريمي ضيع البيناتي على ضيحها بسبب الصحافه وغادي تكاليفوا تلاقاو بنيجيريا غادي من قاصها برا وقال لهم قال لهم انتم قلتوا لنا غادي تلاقاو بنيجيريا وكاميرون وغانا وكلش قال لهم قصتها برا بيطو ما نلقاوهمش هذو كيسيبوا هنا يديروا لنا كيما هكا اي عطوهم 3 بوا وصايك عطوهم ما تلعبوش معاهم هذو غوا بيردوا لنا كاميرون غول مهود غول راه جاي في السما بالك وبالك راه مهود عليكم فهمتني ما يجيش اليوم يبغي يقصر علينا ولا حنا عندنا ايكيب كاميرون نحترموها كتاريخ تاع بارون تاع الكاميرون اما احنا نحترموهم نحترموا الفريق حتى المنتخب الوطني في مبارياته السابقه مع المنتخب الكاميروني عند التقاء المنتخبين لم يكن يلعب ابرز النجوم انذاك سواء كان عصاد او كان الحارس سربا ما كانوش يلعبوا هما في تلك المباراه هما يخوفوا فينا تاع عمرنا اللي ربحناهم باش لعبتوا لهم باش عيب في مصر 86 تاع 86 تاع 84 وخلال كاس لعبتوا لهم بشعيب ولا روجي ميلا يسقركم ويفوتي ماركي انتم اليوم راه عندنا فريق مستوى عالي هما الى مستوى عالي الله يسهل عليهم الى مستوى طايح الله يسهل عليهم انا المهم تشاكر ثلاثه نقط يقعدوا عندنا احنا اللي نستهلوا بالمجموعه واحنا اللي نستهلوا باش نروحوا للروس خاطر علاه عندنا لعابه كبار محرز مية جوار في انجليز بغيتو تبغوها بغيتو ما تبغوهاش كولوها ولا سرطوها ولا تقيوها ما على بالناش بكم تحيه كما يقول لك ليكيب ناسيونال والفوز ان شاء الله بربي والربحه لينا. شكرا لك زميلي احمد شوبير. حتى عند اخبار التربص فقرات عنوان على احدى المواقع الالكترونيه هناك على شبكه الانترنت حيث تكلموا عن اللاعبين الجزائريين في التربص على انهم مرتاحين جيدا ويركزون يلعبون ويتدربون بطريقه شو قلت لك الضغط ما راهش عليهم مش كيما بكري كان ضرب جوار تيسيبو لونترينر تاعهم يبكي على عكس في السابق اللاعبين في التربص كانوا يصرحون على ان مباراه صعبه مقابله يقولوا هذه الكاميرون راهي جايه بكري كانوا هكا يقول لك هذه الكاميرون راهي جايه مقابله يدلوك واعره غير كلب واعر هذا بنادم غادي تلقى بنادم تلقى كلب انت ويرا شوارا هالقهوة مركي وروحة خليه يروحة هويا حنايا نبغوا لومبيونس ولادفيرسير تديه لومبيلونس هذه هي تاليا فهذا ان دل سيدي فانما يدل على ان اللاعب الجزائري المحترف محترف بسيكولوجيا وذهنيا اودي هذو قراها واحد البار اودي تبقى تشوف في غلام ولا مجاني ولا لا يخشى اي مباراه ولا قرا على البالو كريو هكا كذبها بون طاك طاك ها مقابله صعيبه اللي قمت تنساها باللي كاينه مقابله صعيبه كي تدخل التيرا عندك مقابله كملها كابيتان ديكيب هو اللي يهضر مع الاربيت منا تعركع كي دور تعركع كلش يا خويا هذه هي ما يجوش اليوم يقصروا علينا ولا يقول لك مقابله صعبه كاميرون جزائر هي كبيره جزائر كبيرة ماشي كاميرون كبيرة حنايا وين تحبسنا ديك العقدة تاع يربحونا تحبسنا في 2004 وصايك اللي نجي يضربك اللي يدخل البليدة يدي ثلاثة على الأقل يدي زوج حبات ويروح هذا من يزير روحو نرخبوه بزوج هذه هي يا حسرة راحت. شكرا لك زميلي أحمد شوبير. ألا تظن أن المنتخب الوطني سوف يدخل بهذه إلى هذه المباراة بنية انه يحتقر لا الفريق الخصم شوف المنتخب الخصم شوف كيما هدر في غولي قال لهم هذا الفريق الكاميرون نحترموه هي كي تحترم فريق لي زالمون على ناجحين لي زالمون ما يحقروا تا ايكيب يحترموا كاع لي زيكيب
جاي يحترموك. شكرا لك زميلي احمد شوبير. هذا هناك مفاجاه ساره لك ولا لا وعلى ولا ولقناه شوبير ديزاد، تدخل من الاخ والزميل الصحفي هناك بقناه بين سبور حافظ الدراجي على المبج سيدي. وعليكم السلام الاخ والزميل حافظ الدراجي. الحمد لله بخير وعلى خير، والله العظيم نحن جد مسرورين وفخورين على هذا التدخل الهاتفي، انه شرف لقناه شوبير ديزاد ولشوبير عيتالس شخصيا. سيدي اترك مع الزميل، اظن انك سوف توجه سؤال الى الاخ والزميل والمحلل الوطني احمد شوبير، فنترك معه سيدي. شكرا لكم الاخ شوبير، كيف الحال؟ مرحبا بك. والله لا غايه حافظ خويا. تفضل سيدي. كما يقول لك ربي يحفظك ثاني خويا. يا خويا جدا بتواصل معك يا اخ شوبير، لانه منذ مده نحن وصلت قيد الاتصال الهاتفي معك، كنت مشغول ربما في الايام الاخيره. ربي يحفظك. ربي يطول في عمرك، ربي يطول في عمرك خويا، ربي يطول في عمرك. ما كاش مشكل كاع خويا. تشكيله ان شاء الله بربي، احنا كما يقول لك راك. شكرا لك زميلي واخي احمد دراجي، اظن انك انت تود ان تقدم حصتك على بعد دقيقتين او ثلاثه، فنتركه وسوف ترى الاجابه فيما بعد مع الاخ والزميل احمد شوبير. تفضل سيدي، فهل لك ان تجيبنا على عندنا مقابله؟ حنايا كما يقول لك مقابله غادي ندخلوها كما يقول لك لعبه كبار تاعنا، رانا دايرين ثقه كبيره فيهم. ان شاء الله بربي نشوفوا كما يقول لك نستمتعوا مع هذا اللي نستمتعوا مع هذه اللعابه اللي خاطش عليه الايام اللي جايه من على 10 سنين من على 15 عام، باش ما ندموش اللي نستمتعوا مع هذه اللعابه، هذه اللعابه اللي نستغلوا الفرصه ونتفرجوا عليهم وندوا منهم ونوروهم لاولادنا بلاد الجزائر. هل يبغوا الجزائر؟ هل يمدوا البوليس للجزائر؟ هل يعطوا الزياده للجزائر؟ هذه هي. شكرا لك زميلي احمد شوبير، انت شخصيا ويجب عليك ان تجيبنا بكل صراحه، كيف ترى مباراه بين المنتخب الوطني والمنتخب الكاميروني؟ هل هي سهله في ايدي المنتخب الوطني ام صعبه على كلتا الفريقين؟ مقابله ما صغروهاش كلتا المنتخبين. شو الكاميرون ما صغروهش، كاميرون كبير نقول لك كبير بالتاريخ تاعو، كاميرون يبقى يرهب بعض الأفارقة ويريب بعض المحللين الجزائريين والصحافة الجزائريين والنقاد الجزائريين يرهبهم. أنا نقول لك وغادي نشوفوا مقابلة كبيرة في القمة، مقابلة تاع بداية المشوار تاع التصفية تاع كأس العالم، هذه تسمى أحسن مقابلة اللي غادي تندار في لافريك، فهمتني؟ غادي نشوفوا مقابلة كبيرة ونشوفوا الفوز للجزائر إن شاء الله. شكرا بربي. لك زميلي أحمد شوبي، أنت تود من خلال كلامك أن تقول ان المنتخب الكاميروني هو صنع اسمه من الماضي، الا ان العكس بالنسبه للمنتخب الجزائري هو يصنع حاضره بالحاضر وباشبابه وباللاعبين انفسهم. شو الجزائر صنع اسمها من 60 من 58 صنعت اسم الروحة، كانت صنع اسم الجزائر العشريه السوداء هي اللي نقصت لها من السمعه تاعها، بصح عاودنا بفضل ابناء الجزائر الشرفاء، بفضل ابناء الجزائر في الغربه اللي كانوا يهضروا يقول لك هذو بضائع يجونا مليا، هذوك يجوا ملهي، هذو ديزيميغري، هذو فرانكو جزائري اللي عايش في فرنسا واللي عايش في امريكا واللي عايش في كندا، هذو ولاد الجزائر بينوا باللي يا ودي حنا الجزائر مي تسخسنا نجو نرفدوا الاعلام ديريكت، ما نجوش نقولوا لكم شكاين، غادي نجو نرفدوا الاعلام وبينوا برهنوا باللي جاوا رفدوا الاعلام. غادي نقعدوا بالك يكمل غد ما شاء الله من على 10 سنين ولا غلام يحبس غادي نضربوا قرن، نقعدوا نتبعوا في المحليين قرن ما صوروش غير جهه تاع غلام، وما نصوروش ذراع ذراعين تاع بوحي ما صوروهمش، وما نصيبوش واحد كيما في غولي وما نصيبوش واحد كيما محرز،
لك بنادم ما يهربش من الحق، هذه حقيقه اللي نهضروا بها، او حقيقه انايا تجي تقطع لي في الغاشي وتقول لي راني نهضر الحق ومخليين تهضروا الباطل ومخليين الحق، هذه هي العد. شكرا لك زميلي احمد شوبير. شكرا لك زميلي احمد شوبير. ها هنا نحن قد وصلنا الى نهايه الحصه، الحديث كان شيق معك، كلمه اخيره توجه الى محبيك واصدقائك سواء كان هناك على صفحه الفيسبوك شوبير عين تيرلس او على قناه شوبير ديزلسي. شوف احنا نتكلموا ونتفكروا صوالح، نطلبوا من الشعب لي سيبورتا تاع الجزائر يكونوا كما يقول لك عند حسن ظن الجميع، يكونوا في بيد واحده وما يقايسوش الصطاد، ما يديروش صوالح تاع عنصريه، خاطش عليه عيسى حياته ناخذ الحذر منه. نود ان نفوز، تود ان تقول نفوز من جميع الجوانب، من جميع الجوانب، سواء من التنظيم او داخل الحيطه والحذر كما يقول لك من عيسى حياته بالنفوذ تاعو قادر يسبوندينا ستاد نلعبو بر على برا، قادر منا يدير كلش باش الكاميرون تكاليفا. حنايا لهذيك نحوسو نربحو بروح رياضيه في الجمهور في اللعب كلش، في النيه تاع اللعابه نشوفو في النيه تاع اللعابه ان شاء الله بربي، بريمير ميتون كنو مكملين معاهم ان شاء الله بربي، خاطش على ما نعطوهمش لوكازيون باش يديروا الثقه في روحهم، لي بريمير ميتون نكونو داقينهم بزوج ولا ان شاء الله بربي، ونهدوها انا عندي اهداء نهديها للمهدي ومحمد تاع كندا وخونا تاع البريزي تاع جي نوردين تاع ريو دي جانيرو، ونهديها لمصطفى تاع البليده وغاشي غرداي. شكرا لك زميلي احمد شوبير تاع شعبة ليشان تاع غاشي غرداي. شكرا لك زميلي احمد شوبير في حصه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله صحيح خويا.